تمارونه يا معشر قريش وتجادلونه على ما يرى؟ هو يرى بعينه ويرى بقلبه أيضا وفؤاده ويسمع بأذنه. في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل بالقرآن كله كاملا مرتين من أوله إلى آخره، يقرأ ويثبت ويصحح حتى يضبط النص القرآني المحكم. وقبل ذلك كان في كل سنة يعارضه بالقرآن في رمضان مرة واحدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفتمارونه على ما يرى؟ عليه الصلاة والسلام لقد رآه في الدنيا بالأفق الأعلى وسمع الوحي منه، وأعجب من ذلك قال: ولقد رآه نزلة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية. متى كان هذا؟ يوم الإسراء والمعراج بالضبط. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى في مكان أو محل آخر، أين؟ عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وهذا شيء الله أعلم به. سدرة المنتهى ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه بلغ إلى سدرة المنتهى. قال: عند سدرة المنتهى، وهي سدرة وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان لحكمة، قد يكون فيها النور وفيها الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندها. وهذه أشياء ومعاني عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بتفصيلها إلا وفق ما ذكر الله تعالى لنا، وذهب العقل يتأمل أو يفكر مما لا يمكن أن يخرج منه بطائل، لأنه هذه فقط هي المعلومات المتوفرة عندنا عن هذا الأمر، أن هناك شجرة تسمى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. ذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج حينما وصل إلى مستوى يسمع فيه إيش؟ صريف الأقلام، والملائكة وهم يكتبون أفعال العباد وأقدار العباد. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى، وسماها جنة المأوى، يعني الجنة التي يأوي أو يعود إليها ويصير إليها المؤمنون. إذ يغشى السدرة ما يغشى، كأن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هناك لجبريل كانت في الوقت الذي السدرة فيها يغشاها شيء عظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: وغشيها ألوان لا أدري ما هي، أنوار. فقد يكون هذا نور من نور الله عز وجل، وقيل إنها الملائكة وهي في هذه السدرة تسبح الله سبحانه وتعالى وتقوم بأعمالها ومهمتها ومصالح العباد. فغشي السدرة تلك الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أدري ما هي، عالم لأول مرة يذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لم يذهب إليه بعد ذلك في حياته. ما زاغ البصر وما طغى، مع أن الموقف صعب، فالإسراء ببشر إلى عالم السماء وعالم الملائكة ومشاهدة الأنبياء السابقين. إبراهيم، وبالمناسبة رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى أين؟ إلى البيت المعمور، مثل ما هو عمر كعبة في الدنيا كوفئ في الأرض، كوفئ في السماء بأن يسند ظهره إلى البيت المعمور كما في بعض الروايات. المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى السماء، وهذا العالم الضخم الهائل الذي ما يوجد عندنا حتى وسيلة أو معيار للتعرف على أشيائه وعلى خصوصياته وعلى نواميسه وعلى سكانه وعلى أحواله وأوضاعه، فهو غيب من غيب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، ويسمع صريف الأقلام ويرى أشياء، ويعود صلى الله عليه وسلم بكامل رباطة جأشه
ووفور عقله وحكمته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الآثار أنه رجع ولم يبرد فراشه، يعني خلال فترة وجيزة جدا، ومع ذلك رأى هذه الآيات العظيمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بتشريعات مثل الصلوات الخمس. ما زاغ البصر وما طغى، مع ذلك كله وهذا الموقف المفاجئ لم يزغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون عنده اضطراب في الرؤية أو عدم تركيز، هذا معنى الزوغان، بل كان صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه البصيرة والحكمة والاستعداد والتهيؤ لهذا الموقف، وما طغى البصر أيضا بحيث أن يتجاوز أو يتعدى، ولذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إما أن يكون رأى الآية الكبرى أو رأى آيات، وهذا أقرب، يعني لقد رأى شيئا من آيات ربه الكبرى في هذه السماء، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل. هذا يخبر الله تعالى عنه المشركين الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في رسالته، وفي كل مناسبة كانوا يستغلونها للتشكيك بصدقه وبعقله، ومن ذلك حادثة الإسراء فإنها والمعراج، فإن لما حدثت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغلها المشركون، وجاءوا للمؤمنين يقولون تدرون ماذا يقول محمد، حتى جاءوا لأبي بكر الصديق، هل سمعت ما قال صاحبك؟ يقول كيت وكيت، قال إن كان قاله لقد صدق، ومن يومئذ سمي الصديق. هكذا العقل المؤمن لا يجعل نفسه محصورا أو محجورا في الماديات، والمادة مهما كانت فهي صغيرة، وأيضا البشر يدركون أنه حتى المادة هم يتسلطون عليها ويكتشفون من قوانينها ونوامسها وسننها شيئا بعد شيء، وربما أشياء كان الناس ينكرونها بالأمس اليوم أصبحوا يؤمنون بها ويعترفون بها ويصدقونها. فالعقل المؤمن ليس عقلا أسطوريا أو خرافيا يتشرب الخرافة دون آية أو حجة، ولكنه أيضا ليس عقلا ماديا صرفا لا يؤمن بالغيب ويحصر نفسه في حدود المادة. يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم ضمن السياق: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هم كانوا يعبدون هذه الآلهة أو الأصنام وكانوا يعدونها إناثا، ومن ذلك أسماؤها، فالعزى مؤنث ومناة مؤنث واللات أيضا مؤنث، ولذلك كانوا يعني إذا أراد بعضهم أن يشتم بعضا قال له أعضض بضر اللات، فكانوا ينظرون إليها على أنها إناث، ومع ذلك كانوا يعبدونها. اللات كان صنم في الطائف قرب المسجد الطائف الذي بني عليه بعد ذلك، وكان عبارة عن صخرة مربعة وفيها صورة أو تمثال إنسان، وقيل إنه رجل كان يخدم الحجيج ويلد السويق لهم، يعني يقوم بإعداد الطعام لهم، فلما مات عبدوا. والعزى أيضا كانت بين الطائف ومكة، ومنات كانت بين مكة والمدينة في وادي اسمه المشلل، وكل هذه الأصنام معروفة عند العرب، هذه الأصنام هذه ليست خاصة، وإلا كل قبيلة عندها صنم، وأحيانا هم يصنعون الأصنام، بل إذا سافر أحدهم بحث عن أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها للقدر ينصب عليها القدر والرابع يعبده، لأنهم اعتادوا على مثل هذا المعنى، وإذا لم يجد قدرا فإنه يجثو جثوة من التراب ثم يحلب عليه الشاه الشات ويعبده أيضا، فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية ويتعاطونها فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى ينقلهم عن هذا المستوى المنحط من العبودية للأحجار والتراب والأشياء التي هي أقل مستوى من الإنسان، إلى أن يرفع أفاقهم وعقولهم إلى أنه هناك إله وهناك وحي وهناك ملك اسمه جبريل وهناك نبي مصطفى مختار من بينكم هو صاحبكم وأنتم تعرفونه، فما الذي يحملكم على عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ لماذا تعبدونها؟ أولا لماذا جعلتموها هنا إناث؟ وهم يقولون إنها بنات الله ربما، أو
يقولون الملائكة بنات الله، الله سبحانه يقول ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، يعني قسمة ظالمة منحرفة غير عادلة في هذا المعنى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني القصة هذه الأصنام لم تتحول إلى آلهة ولا إلى شفعاء عند الله سبحانه وتعالى بمجرد أنكم سميتموها ذلك أو أعطيتموها هذه العبادة. فالقصة هنا هي مجرد أسماء أنتم اخترعتموها، وهذا شيء عجيب. اليوم في عصر الحضارة، أنا ذهبت مرة إلى ماليزيا ووجدت تمثالا ضخما بناه الصينيون مكتوب عليه صنع عام 1994 مثلا، ثم رأيت الشباب والبنات يدرسون في الجامعة، ممكن يكون طالب في كلية الهندسة وطالبة في كلية الطب، وناس يعني في سن الشباب يأتون بغاية الخشوع والذل إلى هذا الصنم الذي المصنوع، ويقدمون له القربان والعبودية، وأحيانا إذا كان في شيء يتعلق بالزواج البنت أو الولد يريد أن يعرف مصيره أو يتأكد من الحظ في الزواج والتوفيق، هناك مكان تضع فيه الورقة وتتأكد، وأشياء من هذا الطقوس التي يعملونها. فأحيانا تستغرب أن الإنسان ربما يتطور فيما يتعلق بالحضارة والتقدم العلمي والتقني والكشوف، ولكن يظل في جانب الدين في غاية الجهالة والتخلف، وكأن الدين هنا في منطقة معزولة داخل عقله لم يصل إليها ذلك النور، ولم تستفد من هذا التفوق وهذا العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى، ثم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها، أنتم وضعتم لها هذه الأسماء وادعيتم أنها آلهة، هل مجرد الاسم يغير من الحقائق شيئا؟ قال سميتموها أنتم وأحيانا آباؤكم، يعني حتى لو ما هو بذلك الجيل نفسه هو الذي سماها، سماها أبوك أو جدك، هذا لا يغير من واقع الحال شيئا، أن يكون هذا أمرا موروثا في المجتمع، ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد دليل إلهي على أنها تعبد أو أن لها فضلا أو قداسة، ولا العقل يدل على ذلك. هذا مما يدعو إلى العجب، أنه لا نقل ولا عقل يدل على هذا المعنى. ولهذا قال سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهم يتبعون الظنون والتخرص في أشياء من أصول الدين وأصول الاعتقاد التي لا يقبل فيها الظن أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، الحديث متفق عليه. فهؤلاء يتبعون الظن في أعظم وأقدس وأهم القضايا، وهي قضية الألوهية والعبودية. وما تهوى الأنفس، يعني يتبعون ما تهواه نفوسهم وتميل إليه نفوسهم، ومجرد ميل النفس لا يعني شيئا. ولهذا قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فإعراضهم عن الهدى بميل النفس والهوى والظن هذا غاية الخطأ. الظن يمكن أن يعمل به في مجاله إذا لم يكن هناك ما يعارضه، ولذلك غلبة الظن يؤخذ بها في الأحكام، ويؤخذ بها في الفرعيات، ويؤخذ بها في مسائل كثيرة في العبادات في الطهارة وفي سواها، يؤخذ بغلبة الظن، ويؤخذ بالظن إذا لم يوجد ما هو أقوى منه. ولكن أن يجعلوا الظن في قضية ذات أهمية وخطورة، وأيضا في مقابل وحي منزل، ولهذا قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقولوا وما تهوى الأنفس، أيضا تهوى الأنفس هوى النفس يمكن أن يكون مقبولا فيما لا يعارض الشريعة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول أحسن الأشياء أو ألذ الأشياء هوى وافق شرعا. وهذا من الحكم الجميلة، أنه أحيانا قد يوجد عند الإنسان شيء يهوى وهو يوافق الشريعة، مثل هوى صحبة الأحباب والإخوان، مثل هوى الإنسان زوجيه، مثل هوى الأولاد، مثل هوى الإنسان ببعض بعض الناس عنده هوى الكرم والجود ويفرح وينتشي لاستقبال الضيوف، هذا هوى وافق شرعا، يعني هوى في النفس وميل في النفس ولكن يوافق الشريعة. قال ربنا سبحانه وكم من ملك في السماوات، بعدما ذكر هذه الآلهة التي هم يعبدونها على ظن واعتقاد أنها تشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء إيش
شفعاؤنا عند الله. شفعاء، إذن هم يعبدونهم بقصد أن يشفعوا لهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم إن هناك ملائكة، وكم من ملك للتكثير في السماوات، يعني هذه حجارة في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم عندكم ملائكة، عنده سبحانه ملائكة في السماء، ملك في السماوات وليس في الأرض، لا تغني شفاعتهم شيئا. يعني المعنى أنهم لو بذلوا شفاعتهم لم تغني شفاعتهم شيئا، ولكن هؤلاء أصلا لا يشفعون بمجرد الرغبة، وإنما لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهم لا يتقدمون بالشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله تعالى لهم، ولا يأذن الله تعالى لهم إلا لمن يرضى الله تعالى أن تدركه الشفاعة. فإذا كان هذا شأن ملائكة الله في سمائه، وقد أشار إلى جبريل كواحد منهم وغيره من الملائكة، فما بالكم أنتم تعبدون آلهة في الأرض من الأصنام والحجارة وغيرها، وتظنون أنهم شفعاء لكم عند الله، بينما ما أنزل الله تعالى بهذه الآلهة المدعاة من سلطان ولا أذن لكم بعبادتها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيسمونهم بالإناث، وما لهم به من علم، فلم يبنوا هذا على علم أو على حقيقة، وإنما هو أمر أخذوه من الفلاسفة وتورثوه فيما بينهم أو من بعض الأمم السابقة قبلهم، وهم بذلك يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا ينفع من الحق شيئا كما بينته. ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، من هؤلاء المصرين على كفرهم. والمقصود بأعرض مثل قوله ذرهم، أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال سبحانه: ذلك مبلغهم من العلم، يعني علمهم ضعيف ومحدود بهذا الإطار الدنيوي، فالآخرة ليس لها وجود عندهم. ولذلك قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإنما مبلغهم من العلم والعمل هو هذه الحياة الدنيا، فقد جعلوا كل جهدهم وعقلهم للحياة، أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها، وفي حالة ما إذا حدث وبعثوا فهم يعتقدون أن هذه الآلهة سوف تشفع لهم. قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني الفصل بين هؤلاء المكذبين وبين المؤمنين، هذا أولا، وثانيا ليبين سبحانه أن هؤلاء الناس لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما يؤخذون بأعمالهم، والمؤمنون يجزيهم الله تعالى بالحسنى لأنهم أحسنوا، فالجزاء من جنس العمل. وحتى إذا أدركتهم الشفاعة، فقد أدركتهم الشفاعة بأعمالهم التي جعلتهم أهلا لأن يرضى الله تعالى عنهم ويأذن للشافعين بهم. من هؤلاء الذين أحسنوا؟ طبعا الذين أحسنوا وجزاهم الله تعالى بالحسنى، أحسنوا باعتقاداتهم الصافية، أحسنوا بقلوبهم الطيبة السليمة من الغل والحقد والحسد، فالقلب كما يقال بيت الرب، وهو يعني أهم عضو في الإنسان، والتوجه إليه ضروري في الإحسان أيضا، فالإحسان أول ما يتوجه إلى الإحسان في القلب، والإحسان بالجوارح، والإحسان بالقول أيضا، والإحسان هو إتقان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة هنا ليست بكثرة العمل بقدر ما هي بجودة العمل وإتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بما في ذلك عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. قال عن المحسنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبعدما وصفهم بالإحسان الذي يعني فعل عمل الأشياء الطيبة، وصفهم ثانيا بالتجنب والترك، الترك بحد ذاته لا يعتبر إحسانا، إنما الإحسان الأصلي بالفعل، ولذلك قال الذين أحسنوا بالحسنى. ثم أضاف صفة أخرى لهم
وهي قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى. كبائر الإثم والفواحش يعني الذنوب العظيمة الموبقة، مثل السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات، والتي من الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الكبائر فقال هي إلى السبعين أقرب. فالكبائر هي الذنوب العظيمة التي توبق صاحبها، الكبائر هي الفواحش التي يتغير بها قلب الإنسان وإيمانه. فالله تعالى ذكر هنا كبائر الإثم، وقال في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال هنا: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وهذا دعوة إلى أن يكون الإنسان في غاية الحذر من الكبائر، يكون عنده خط أحمر مثل ما يقولون، الكبائر الذنوب العظيمة. مثلا كثير من العلماء حددوا الكبائر أو وصفوها أو حدوها بمثل الذنوب التي عليها حد في الدنيا، مثل السرقة، مثل الزنا، مثل قتل النفس، القذف وما أشبه ذلك من المال. إذن الحد أن يكون عليها حد في الدنيا، أو أن يكون عليها لعن، توعد على صاحبها باللعن، مثل الكذب، نجعل لعنة الله على الكاذبين، أو الظلم، الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وأشياء كثيرة جدا مما ورد اللعن في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي من يزاني بحليلة تجاره أيضا، هذا فيه ذنب مضاعف إذا كان عليه لعن. ومثل ذلك إذا كان على هذا الذنب عقوبة خاصة مخصصة في الدار الآخرة، يعني إذا ورد في نص أنه فهو في النار أو دخل النار أو العذاب معين، فإذا تعلق بهذا الذنب عقوبة معينة منصوصة في الآخرة أو في الدنيا، دل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. وقد يقع بعض الذنوب يقع للإنسان تردد بين كونه كبيرة أو ليس بكبيرة، وهناك ذنوب هي صغيرة، صغيرة بالقياس للذنب أنه ليس من الموبقات. ولكن كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى ماذا؟ إلى عظمة من عصيت. وأيضا أن هذا الذنب الصغير مثل ما ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه فطلب منهم أن يجمعوا حطبا، فكل واحد جمع عودا أو عودين، فلما اجتمعت أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان فتهلكه. وكان بعض السلف يقول: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له معنى جيد، أو هو نوع من الحكمة والبصيرة. فلا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن الذنب حتى لو كان صغيرة إذا أدمن العبد عليه وأكثر منه واستمر فإن هذا يكثر عليه، بل إن هذا يوجد في القلب نوعا من الوحشة والجرأة على المعاصي. فالشاب الذي مثلا يسمح لنفسه بإطلاق النظر والتنقل مثلا في المواقع الإلكترونية التي فيها مثلا محادثات وتشاتينج مع البنات واستماع وأحيانا استعراض جسدي وما أشبه ذلك، ويقضي في هذا ساعات طويلة أو في قنوات فضائية أو في أسفار أو ما أشبه ذلك، لا يزال هذا الأمر فيه حتى يجرئه أو يغريه أو يغرس في قلبه حب الوقوع في الزنا مثلا أو في الفواحش. وكل شيء يمهد لما هو أشد وأصعب منه ما لم يكن الإنسان يقظا لقلبه. وهنا: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومسألة القلب والعناية به. وكذلك في قضية لا كبيرة مع الاستغفار، هذا أيضا ليس على إطلاقه، ولكن ورد المغفرة في بعض الذنوب مثل من توضأ وذهب إلى المسجد وصلى أو غير ذلك. وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن،
إلى غير ذلك من الآيات النصوص والأحاديث التي فيها أعمال معينة تكون سبباً في تكفير الذنوب. فهل يدخل في هذه الذنوب الكبائر؟ ورد في بعض الأحاديث قال: ما لم تغش كبيرة، كما في صحيح مسلم: ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ: ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. إذن هي تكفر صغائر الذنوب وتكفر اللمم. وقال بعض أهل العلم إن العمل الصالح قد يكفر بعض هذه الذنوب الكبار إذا توفرت الأسباب، مثل أن يكون عند العبد انكسار تام لله، ومثل أن يأتي بالعمل على أكمل وجه في أسبابه وفي مقدماته، ولا يكون يخالط هذا العمل شيء من الإعجاب أو الغرور أو الغفلة أو غير ذلك، مع شدة انكسار العبد لربه، فربما يكون هذا سبباً في توبة العبد إلى ربه وإقلاعه عن الذنب وتخفيف الذنب أو التكفير. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب الحنبلي وابن عبد البر وابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين. فقال هنا: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم يشمل شيئين: يشمل أولاً الذنوب الصغيرة الصغار، مما هي ذنوب يعني منصوص على تحريمها وعلى أنها إثم. ولذلك بعض العلماء والمفسرين هنا قالوا: اللمم مثل ماذا؟ قال: مثل القبلة والغمزة والضمة. فأشاروا إلى أشياء هي داخلة في دائرة المحرم، ولكنها ليست من قبيل الفواحش، وإنما هي من المقدمات والممهدات التي تفضي إلى ما هو أشد منها. وقد ورد في حديث صحيح، قصة الصحيح صحيحين، قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني يعني جاءته امرأة تشتري منه تمرا، فقال لها: هناك في الداخل تمر أطيب، وأدخلها إلى المخزن وضمها وقبلها وأرادها على نفسها فأبت وندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وأنزل الله تعالى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك الإنسان الذي يبتلى بمثل هذه الذنوب سواء كانت من الصغائر أو من اللمم عليه ألا ييأس، فاليأس أشد من كل الذنوب. ولا ييأس من روح الله إلا من؟ إلا القوم الكافرون. ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يأس من فرج الله ورحمة الله، يمكن يكبر سنك، يمكن تتوب، يمكن تندم، يمكن تأتي فرصة، وإذا لم يكن ذلك ربما يقع حادث عليك أو مرض أو شيء يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل قلبك معلق بالله ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من الدعاء. وأيضا عوض بالعمل الصالح، المبادرة إلى الصلاة، صحبة الأخيار، الاستغفار، بر الوالدين، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان إلى الجيران، أعمال صالحة، دعم مشاريع خيرية، محاولة نفع الأمة كلها. فهنا الميزان له كفتان، وبقدر ما يكون عندك من الذنوب العظيمة حاول أن يكون عندك من الطاعات العظيمة أولى بما يقاوم ويكفر هذه الذنوب، ويكون سبباً في النهاية لأن يتوب الله عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله سبحانه يصطفي للتوبة أولئك الناس الذين يكون عندهم رغبة وعندهم تقزز من الذنب وعندهم حب في الخلاص، هذا معنى مهم. إذن اللمم يشمل الصغائر أولاً. ولذلك وضاح اليمن يذكر في قصيدة غزل مع بنت مع معشوقته أنه حاولها على قبلة أو شيء من هذا القبيل فأبت، يقول: وما رضيت حتى تشفعت عندها ونبأتها ما رخص الله في اللمم، ما رخص الله في اللمم. فبعض العلماء استدركوا وقالوا أنه تكلم في غير فنه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص في اللمم مطلقا، وكيف يرخص فيه وهو ممنوع أصلا؟ ولكن هذا من دقائق المعاني القرآنية والشرعية والتربوية، إنه الله سبحانه وتعالى مع تحريم هذه الأشياء علم أن الناس لا ينفك كثير منهم عنها، وأنه لا يسلم منها إلا الخلص من عباد الله. وإلا كما يقول العرب في المثل: ترى الأقوام كالنخل وما أدراك ما الدخل. ممكن تجد واحد مظهره طيب وصالح وتقي ودين ويعظ الناس ويوجههم ويأمرهم وينهاهم
ويتوبهم احيانا، ويمكن يكون عنده هو ذنوب معينه يعرفها من نفسه ويكتبها الكرام والكاتبون وهي تحت ستر الله، ولعل الله ان يرحمنا واياهم جميعا برحمته وهو ارحم الراحمين. وقل انسان الا وعنده شيء من ذلك. ولهذا انا لم اركم منصتين معي مثل ما رايتكم في هذه اللحظه، مما يدل على ان الموضوع فعلا هذا يشغل بال كل واحد منكم. انا مصيب ولا لا؟ لانه قل انسان الا يكون عنده ذنب، اما يكون هذا الذنب مضى وانقضى وتاب العبد منه ولكنه لا يزال يخايله بخشيه ان يؤخذ به او بخشيه ان يعود اليه، بعضهم يقول يخاف ان ينقض توبته، او ان يكون مصيبا يعني مصر مقيما على هذا الذنب. وانا اقول ترى الاقامه لا تتطابق تماما مع الاصرار في نظري. ولم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا. فانا ارى ان المستغفر بالصدق لا ينطبق عليه كمال الاصرار، فالمصر لا يبالي وربما يمضي قدما ولا يرغب حتى في التوبه. يمكن مثل ما قال ايضا قيس يقول اتوب اليك يا رباه مما جلته يدي فقد كثرت ذنوب، واما من هوى ليلى وتركي زيارتها فاني لا اتوب. فهنا الاستغفار وصدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى هو سبب في عدم الاصرار. المعنى الثاني من معاني اللمم هو المرور السريع، ومنه تقول ألم بالمكان أو مر عليه مرورا سريعا. وقال القائل إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم، يعني ما مر بذنب. فالمقصود هنا باللمم المرور العابر. المؤمن ربما يقع في الذنب ولكنه لا يقيم عليه، وإنما يسرع النهوض والخلاص ويستنجد بالله سبحانه وتعالى وينظر في الأسباب التي أوصلته إلى هذا الذنب فيتجنبها. إن ربك واسع المغفرة. وما أحسن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والتي معظمها يدور على الرحمة، كما قال هنا واسع المغفرة. هذا وصف عظيم. ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم الغفور التواب، لكن ليس من أسمائه الباطش ولا المعذب ولا حتى شديد العقاب، فهذا على القول الراجح ليس من الأسماء الحسنى. فأسماء الله الحسنى هي الأسماء التي فيها الرحمة وفيها البر وفيها اللطف بالعباد، ترغيبا وتحبيبا لهم ألا تغلبهم نفوسهم الأمارة بالسوء أو شياطينهم على الإصرار على الذنب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض خلقكم من تراب وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. اليوم نحن نتعامل مع بشر، مع شباب، مع بنات، ناضجين، مراهقين، الحيوية تتوقد في نفوسهم، هم لا يتذكرون حتى طفولتهم. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم ويقول هو سبحانه أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض حتى قبل أن تكونوا، وهو أعلم بكم يوم أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو مواليد صغاراً لا يوجد هوى في نفوسكم ولا ميل ولا شهوة فيها البراءة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تقولوا عن أنفسكم ما يزكيها من الادعاء، وإنما على العبد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى على صعيد الفرد. وأيضا في قوله فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تزكوا مجموعكم، كما قال فسلموا على أنفسكم. أنتم جماعة، أهل المدينة، أهل القصيم، أهل الرياض، أهل الجنوب، أهل الشمال، أهل مصر، أهل الشام، هذه مجموعات شعوب. الله سبحانه يقول لا تزكوا أنفسكم، تحذير كما يحذرنا على صعيد الفرد من أن الإنسان يدعي أو يبالغ أو يتظاهر بما ليس فيه، ويدعونا إلى أن نتذكر ذنوبنا وعيوبنا واللمم والأخطاء وحتى الفواحش اللي صدرت منا يوم من الأيام حتى نتواضع وننكسر لله. كذلك يذكرنا أن نبتعد عن العنصرية القومية أو الجماعية التي تجعلنا نزكي أنفسنا.
فنعتقد بأنه نحن الشعب الفلاني، شعب الله المختار، أو أننا أحسن من غيرنا، أو نرمي سوانا بألوان من النقائص. هذه العنصريات اللي أصبحت اليوم شائعة في أوساط المسلمين بشكل مخيف. يعني هو أعلم بمن اتقى. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. كأن هذه الآيات نزلت في شأن رجل هم أن يسلم وقدم شيئا من الخير في هذا السبيل، قيل هو عقبة بن أبي معيط أو غيره، ثم تراجع ولم يواصل طريقه. فالله سبحانه وتعالى يوبخ ويعاتب هذا وأمثاله، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيب: أفرأيت الذي تولى، يعني أعرض بعدما أكاد أن يقترب ولم يغتنم الفرصة التي جاءت، وأعطى قليلا، قليل من الإيمان أو قليل من الخير أو قليل من التوجه والاستعداد، وأكدى. أكدى يعني توقف. الكدية هي الصخرة، يعني كأنه تحول إلى صخرة لا تبض بقطرة من الماء، مثل الإنسان الذي يحفر ثم يواجه صخرة في الأرض. قال الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، يعرف شيئا يدعو إلى ذلك ويحمله عليه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صحف إبراهيم وموسى كما قال سبحانه التوراة، أو صحف إبراهيم التي كانت فيها حكما، وورد أن صحف إبراهيم حدود 10 صفحات، 10 ورقات، في كل ورقة نحو 4 آيات من القرآن، من جنس آيات القرآن الكريم، فهي نحو يعني 40 آية في صحف إبراهيم. وإنما ذكر موسى لأن صحفه أشهر والتوراة معروفة وفيها كثير من البيان والهدى. قال: وإبراهيم الذي وفى، يعني أنجز ووفى بوعده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وفى بما أمر الله تعالى به، ومن ذلك ذبحه لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقدمه قربانا وفداء. ماذا في صحف إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى؟ فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا نرجع لقضية التوبة، القضية الشفاعة، وأنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يؤخذ أحد بذنب غيره. وهذا الرجل الذي أعطى قليلا وأكدى وظن أن هناك أحد سوف يقوم بالفدية له، واحد جاء وقال: أنا أفديك يوم القيامة إذا تعرضت لعذاب أو شيء أنا أتحمله عنك. الله سبحانه قال: هذا لا ينفعه. قال: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا معنى عظيم قرآني، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما تؤخذ القبيلة أو العائلة بذنب واحد من أولادها مثلا، ولا يعير القوم أو القبيلة بخطأ واحد منهم. وهذا معاني يجب نحن أن نتعلمها، حتى الزوجة لا تؤخذ بذنب زوجها، ولا الزوج بذنب زوجته، ولا الابن بأبيه، ولا الأب بابنه، ولا الجار بجاره. ولا ينبغي أن نصدر الأحكام العامة على الناس من طبيعة الفكر السطحي التعميم، تقول أئمة المساجد فيهم كذا وكذا، مدرسو المواد الشرعية فيهم كذا وكذا، الدعاة فيهم كذا وكذا، الأطباء غشاشين فيهم كذا وكذا، التجار طماعين فيهم. لا، هذا لا ينبغي، هذا التعميم ينبغي ألا يقال، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وفي كل قوم إنسان بطال وإنسان متفوق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا معنى عظيم، مسؤولية الإنسان على فعله، وهذا من صحف إبراهيم وموسى، ولكنه أيضا مقر في شريعتنا من حيث الجملة. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل ضمن سعي الإنسان: إن ولد الرجل من كسبه، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا الحج عن المتوفى والصوم عنه والصدقة عنه، كل ذلك وارد في السنة النبوية ولا بأس به، وبعض الأعمال الصالحة والدعاء أيضا للمؤمنين والمؤمنات، هذا كله يمكن حمله على وجه من الوجوه لا يتنافى مع قوله سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولا حاجة إلى أن نقول هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ، لأن الله تعالى ساقه لنا في سياق الاعتبار به، وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة، سوف يراه الله تعالى والمؤمنون والناس، ويعرض ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن إلى ربك المنتهى. أصح ما يقال في معنى هذه الآية يعني أن الناس صائرون إلى الله عز وجل، وقيل أن المعنى أن إلى ربك المنتهى، أن كل تفكير رشيد عاقل يوصل الإنسان إلى الإيمان بربه عز وجل، فينتهي إلى الإيمان به، وأنه يعني الله سبحانه وتعالى
هو أضحك وأبكى، يعني خلق القدرة على الضحك والبكاء، وهذه خاصية عند الإنسان. الحيوان ما يضحك ولا يبكي، كذلك الطيور. فالإنسان هو وحده الذي يضحك ويبكي، وحينما يقول الناس مثلا الحمامة بكت، هذا على سبيل المجاز. أيضا غير كل الله خلق الضحك والبكاء عند الإنسان، خلق أسباب الضحك عند الإنسان وأسباب البكاء، وفي ذلك صناعة السعادة. ولهذا قدم الضحك على البكاء، وهذه منة على الناس، إن الحياة فيها كثير من الجماليات وأسباب السعادة والسرور والرضا وقرة العين. وحتى البكاء فيه معنى السعادة، ولذلك يقال في بعض الروايات أن قوما اجتمعوا يدعون الله تعالى أن يمنحهم السعادة، فجاءهم ملك وقال لهم ما هي السعادة التي تطلبون؟ قالوا نريد أن نكون دائما آمنين ومطمئنين، وكل ما نريد يتحقق لنا وكل ما نحلم به يأتي، فتحقق لهم ذلك، وصار اليوم وأمس وغدا عندهم سواء، صارت الأيام سواء ولا ينتظرون شيئا جديدا. فاجتمعوا وبدأوا يدعون الله سبحانه وتعالى، جاءهم الملك قال ماذا تريدون؟ قال نريد نرجع زي ما كنا أول، يعني يوم نفرح ويوم نحزن ويوم نرضى ويوم نسخط ويوم نشبع ويوم نجوع. وهذا جزء من جمالية الحياة، أن نتعامل مع تغيرات الحياة بقدر الرضا والإيجابية والسعادة والتفاؤل والأمل والإشراق. هذا معنى يجب أن نتدرب عليه، ومما يدربنا عليه ذكر الله سبحانه وتعالى ومحاصرة الذنوب والمعاصي ألا تسيطر على حياتنا أو تحولنا إلى كائنات مكتئبة أو حزينة، وأنه هو أمات وأحيا. أيضا الموت والحياة له سبحانه، وهو الذي يحيي ويميت. وأيضا هذه منة وحكمة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا فيما يتعلق بموت الآخرين، يعني مات جدك ولكن الله رزقك ذرية طيبين وصالحين. وسبحان الله لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق، والملائكة يقول إن أرسلنا إلى قوم لوط، ربما يكون هناك مدعاة للحزن أن قبيلة بأكملها سوف يتم القضاء عليها، لكن الملائكة هنا بشروا بماذا؟ بغلام، وأنه من وراء هذا الغلام أمم وقبائل صالحة ومطيعة لله سبحانه وتعالى سوف توجد وتولد. فينظر الإنسان للجانب الإيجابي حتى في الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهذه من حكمته سبحانه في الأحياء في الحيوان وفي الطير، وعلى الأخص في الإنسان. والأقرب أن المقصود بهذه الآية الإنسان. لماذا؟ لقوله من نطفة إذا تمنى، لأنه فيما يتعلق بالطيور ربما يكون هناك عملية البيض والتفقيس، لكن في الخلق من نطفة هذا يدل على أن الامتنان هنا على الإنسان بخلق الزوجين الذكر والأنثى، التكامل بينهما، العلاقة، الشراكة، الحب، الاتصال، المعرفة، كل واحد يعرف الطرف الآخر، يعرف زوجته، يعرف سيكولوجية المرأة، طبيعة المرأة، نفسية المرأة، لغة المرأة، كيف تتكلم، ماذا تريد، لا يتعامل معها كرجل آخر. بعض الفلاسفة يقولون المرأة رجل ناقص، هذا غلط، المرأة مخلوق آخر مختلف عن الرجل، وليس الذكر كالأنثى كما قال ربنا سبحانه. وهكذا المرأة تتعامل مع الرجل بهذه الروح، من نطفة إذا تمنى، يعني هذه عملية الخلق هي من الرجل والمرأة. فهذه النطفة التي هي القطعة أو القدر الصغير من الماء الذي يراق ويمنى، هو يتصل ببويضة المرأة، فيكون من ذلك خلق الإنسان. فالمخلوق كما قال ربنا سبحانه من نطفة أمشاج نبتلي، يعني أخلاط من الرجل والمرأة. ولذلك جاء في الحديث إذا علا ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة أنثى بإذن الله. وفي بعض الأحاديث إذا على ماء الرجل كان الشبه أقرب إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة كان الشبه أقرب إلى أمه. وهذا فيه تفاصيل كثيرة وفيه مجال للبحث، لكن المقصود امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس بخلق الزوجية والاستمتاع بها، وعلاقة الحب والمودة والشراكة اللي أصبحت اليوم حتى شراكة في بناء البيت، وشراكة في العمل، وشراكة في الاقتصاد، وشراكة في المشورة والرأي، وشراكة في الفكر والثقافة، وشراكة في الحياة، ونوع من الوفاء. وكثير من البيوت تعاني ما تعاني، مما يوجب على جميعا فعلا أن نعيد النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الزوجين الذكر والأنثى. قال سبحانه وأن عليه النشأة الأخرى، وهذه جملة معترضة بعدما ذكر خلق الزوجين وأنهم خلقوا، نفس الزوجين خلقوا من هذا الماء وإليه يتم ويرجع الخلق. قال عليه النشأة الأخرى، على الله الذي خلقهم أول مرة يعيدهم للنشأة الأخرى يوم القيامة، بخلاف ما
يستثقله ويستصعبه المشركون. وعاد بعد هذا الاعتراض إلى نعمه سبحانه، قال وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أعطى الناس الغنى والمال، وأقنى يعني أعطاهم القنية التي يقتنون. هذه ليست ضد مثل أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وإنما هي متممة للغنى، يعني أعطاهم الغنى وأعطاهم القنية وأعطاهم الأشياء التي يقتنونها، أو أعطاهم الرضا بهذا الغنى. وأنه هو رب الشعرى التي يعبدها بعضكم يا معشر قريش، كما وقع لبعض خزاعة. وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعيير بابن أبي كبشة، وهذا نوع منهم تضليل وخداع. فأبو كبشة هذا جد قريب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان جاء بعبادة الشعرى، فكأن قريش يريدون أن يشيعوا عند المجتمع القرشي أن محمد جاء بشيء غريب يشبه الذي جاء به ابن أبي كبشة، ولذلك نسبوه إلى جده، حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فالله سبحانه يقول أنه ربنا سبحانه هو رب الشعرى ورب وطبعا هنا انتهى قبل ذلك الكلام الذي في صحف إبراهيم وموسى، وجاء كلام مستأنف من عند الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الشعرى لم تكن موجودة في عهد إبراهيم وموسى، وإنما وجدت بالعرب بعد ذلك. وأنه سبحانه أهلك عادا الأولى، وهي عاد واحدة ولكن سماها الأولى لأنها قديمة، ولأنها القبيلة العربية المشهورة، ولأنها ذات عظمة وقوة كما حكى الله تعالى عنهم وقالوا من أشد منا قوة. أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقال أهلك عادا الأولى، وعاد متقدمون فهم عادة بعد قوم نوح وثمود أهلكهم الله سبحانه وتعالى فما أبقى، وقوم نوح من قبل هؤلاء لأنهم قبل عاد، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أكثر ظلما وأكثر طغيانا، والمؤتفكة أهوى، فعل الله تعالى بهم ذلك. هنا تلاحظ السياق متسارع وكأنك أمام يعني مشاهد سريعة متلاحقة جدا، في آية واحدة تختصر السورة قصة كاملة مفصلة في موضع آخر. والمؤتفكة أهوى، هؤلاء قوم لوط المؤتفكات، لأنهم غيروا الفطرة أو لأنه قلبت هذه المدن الأربع مدن أو قرى سدوم، ثم رماهم الله تعالى بالحجارة من سجيل قال فغشاها ما غشا، يعني من تلك الحجارة. ثم جاء السؤال الفخم العظيم المزلزل، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ قد يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أي آلاء ربك أعظم عندك، وكلها آلاء حسنة وعظيمة، وهم ينادونك أو يريدون أن تتمارى فيها، فبأي هذه الآلاء تتمارى أو تشك؟ هذا ما لا مجال فيه. أو يكون خطابا للناس كلهم ولكل من يصلح له الخطاب، إنه هذه الآلاء العظيمة التي تراها بأي آلاء ربك تكذب أو تشك أو تجادل؟ هذا نذير من النذر الأولى، هذا القرآن، هذا الوحي من جنس النذر الأولى.